اهلا يا اهلا استاذ رامي واستاذ دانيلي، اهلا بيكم معانا النهارده. مستعدين للمغامره؟ مستعدين. مش عارف ليه حاسسك مقلقه من المغامره يا استاذ دانيلي. لا بس احنا اتفقنا ان احنا نلعب ملك وكتابي ونشوف مين اللي هيكسب او لا. مين اللي هيخسر. هو انت فاكره بيستاهل عندنا نطلع السما كده بملك وكتابه؟ ده في اسئله وفي حاجات تانية لازم تتخطيها عشان تاخدي التاشيره. اه بجد؟ اكيد. يعني انا ممكن اتنازل عن التاشيره عادي. رامي قول لي اخر مغامره عملتها كانت ايه؟ هو يعني مش فاكر قوي، بس انا كنت عملت سكاي دايفنج قبل كده، كان في نيويورك من سنتين. اخر مغامره عملتيها في حياتك كانت فين؟ عملت دايفنج، يعني نزلت تحت. نزلت تحت في الميه. مش ناوي تطلعي في السماء؟ يعني هنجرب هنشوف. انا مش عارف ليه انا حاسس انكم خايفين انتوا الاثنين خالص. انا مش خايف. انت خايفه؟ انا حاسه انك انت اللي خايف. انا مش خايف، انا خايف عليكم انتم من المغامره. طب اقصى ارتفاع طلعتي له امتى في حياتك؟ عملت اكشن في فيلم الفيل الازرق 2. اه من القلعه نزلت تحت. من القلعه نزلت تحت مثلا 15 متر على الاقل او حاجه. كل واحد فيكم يقول لي مواصفات المغامر من وجهه نظره عشان تبقى انسان كده مغامر ومغوار. بيبقى قلبك جامد طبعا، تحب المغامره. بتحب المغامره، تحب تجرب حاجه جديده. انتوا الاثنين لسه ما وصلتوش الليفل ان تاخدوا تاشيره المغامر الجامد. بس قبل ما نديكوا ختم المغامر والتاشيره بتاعتنا، في في ار تيست هنعمله كده مع بعض ونشوف برضو انفعالاتكم وتوتركم، وبناء عليه هتاخدوا تاشيره. مستعدين للفي ار تيست؟ ممكن نجرب في ملك وكتابي. ماشي يلا. لو طلعت ملك انت تبتدي الاول. ماشي ملك. لو طلعت كتابه انت تبتدي الاول برضو. ماشي. ملك. ملك. كتاب. شفتي؟ انا ابتدي الاول. هتبتدي الاول في ارتست الاول مع رامي ونعرف ان كان مستعد للمغامره ولا لا عشان ياخد تاشيره المغامره. اوكي. طاير ولا ايه؟ دلوقتي بتعمل ايه؟ انا طاير طاير طاير. ارفع راسك. اوبا اوبا. اوعى تقع يا رامي، اوعى تقع. الحمد لله ما خبطتش. ما اخبط. دي بيوت ودي دنيا 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 تانية خالص. انا تعبت على فكره. انت فين دلوقتي طيب؟ معرفش، جبال وحاجات كده غريبة. بس؟ وطلعي فوق مثلا ونزلي تحت كده. عايز اطلع فوق، انا عايز انزل تحت. بصي تحت بقى كده على رجلك هتلاقي اصلا. طب السهم الاخضر ده بيوديني لفين؟ هو ده المفروض السهم الاخضر معروف بيوديك السهم الاخضر. برضه كراشت. الفي ار تيست اثبت ان حضرتك مغامر مالوش فيها. فاشل مغامر فاشل. مغامر مالوش فيها. لا لا مالوش. اما رامي نجح بنسبه 60%، يعني مغامر يجي منه. بجد؟ وبما ان حضرتك خدت مغامر يجي منه فهنودعك ونقول لك روح على الطياره عشان تستعد للسكاي دايفنج. يلا جود لك جود لك. خلاص في سكته للمطار عشان يعمل سكاي دايفنج. عايزينك تسجلي فويس نوت لرامي، مش هنفتحها ومش هنوريها له ولا نسمعها له الا لحد اما يخلص وينزل لاندنج على الارض. ممكن تسجلي فويس نوت دي؟ ماشي. سجل يا رامي. الو نيلي. نيلي انت خايفه لي طيب؟ انا خايفه لك. خايفه لك بس مطمنه ومستنيينك في مكان ما انت هتنزل ان شاء الله. بس هي دي اهم حاجه، انا عايزكم بس تبقوا ايه يعني كده اعرف ان انا هنزل الاقيكم. طيب يا جماعه يعني اشوف وشكم بالف خير باذن الله. احنا ان شاء الله هنعمل احلى لاندنج. احلى لاندنج هيحصل النهارده. يلا جود لك. باي باي باي. نجوم السماء. انا متحمس جدا ان انا هعمل اول قفزه سكاي دايفنج في مصر هنا، وطبعا اكسايتد ومتحمس اكتر كمان ان انا اشوف مصر من فوق بشكل تاني وبمنظور مختلف. ف ان شاء الله تبقى نطه لذيذه، قفزه لذيذه، وادعوا لنا. عالي العال.
حاجه كده. والله العظيم انت انكريدبل، مفيش حاجة كده. يا رب يا You're the best man. Thank you. Welcome. أغنيتك الجديدة اسمها إيه؟ أعلى حاجة في العالم. أغنيتك الجديدة اسمها إيه؟ هقول لك سر. أحلى حاجة في العالم. بجد؟ أنت أنا أنت حاسس أنت بجد بجد أنت مش دي مش ده مش حقيقة دي ده مش بجد. دي مش حقيقة أنت واللي تحت دي مش حاجات حقيقية يعني ده مش حقيقي. أنت بس دلوقتي اللي حقيقي. أي حاجة تانية مش حقيقية. خد نفسك فظيعة فظيعة خد نفسك برافو يا رامي بجد برافو 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 نجوم السماء نجوم السماء سلام يا رامي الله يسلمك قول لي احساسك ايه بقى بعد ما عملت سكاي دايفنج احساس كنت حاسس بحريه حاجه ما توصفش ومنظر مصر من فوق غير طبيعي بتبقى فخور لما بتشوف بلدك بجد من فوق بالشكل ده حاجه فظيعه يعني طب واحساسك ايه بقى بعد ما نيلي بعتك وما طلعتش معاك الطياره والله على فكره انا ما بعتوش انا عارف ان هو كان نفسه يطلع جدا جدا كان من امنياته بالزبط يعني بالظبط فحققت له امنيه دي بالظبط ثانك يو وبعدين هشام قال لي عارف لو طلعت وحصل لها حاجه قلت له خلاص انا هطلع خد بالك هو ضحى بيا بصراحه انت كان احساسك ايه بقى لما شفتي رامي وهو نازل؟ كنت خايفه عليهم جدا بصراحه أيوة. بس اول لما لقيت ان الباراشوتات كلها فتحت اطمنت طيب وانت طاير بقى فوق كده وفتحت عينك وشفت مصر من السماء كنت بتفكر في ايه؟ كنت بفكر ان انا عايز انزل مش عايز اكمل لا يعني هو طبعا المنظر مرعب احساس مش عارف ازاي اوصفه وبعدين بعد ما بتقفز بتحس ان انت من اكتر حاجه بتخوفك لاكتر حاجه مفيش خوف خالص حاجه غريبه جدا يعني انت ما كنتش خايف قوي يعني نص ونص يعني شويه رايكم ايه في التطور اللي حصل في المنطقه هنا وفي قطاع السياحه عموما لا في تطور شديد حاصل يعني من بدايه من المتحف الجديد اللي بيتعمل وخلاص قرب يخلص منطقة نزلة السمان ومنطقة الهرم كلها يعني في تطور جامد جدا حاصل يعني انت بما انك عملت سكاي دايفنج بره وعملته هنا في مصر فحاسس ايه بقى لا والله فرق شاسع انا يعني انا اول ما نزلت حتى قلت لك الكلام ده لا يعني هنا في حاجات كتير جدا بتتفرج عليها وميه وخضره والنيل اصلا من فوق احنا طالعين عاملين نتفرج عليه شو انا بجد يعني انا لما بطلع بالطياره مسافر ما بشوفش المنظر ده ما اعرفش ايه المره دي كنت مركز فيه قوي يمكن عشان كنت اقرب او حاجه بس اعتقد كنت اقرب كنت اقرب متهيألي لا المنظر كنت اقرب كتير لا كنا 15000 قدم متهيألي كنا اقرب الطيارات اكتر من كده بكتير رامي لو هتعمل حاجه تفضل للتاريخ بتوقيعك زي هرم سقاره ممكن تكون ايه؟ مستشفى لمرض معين ملوش علاج وانت يا نيلي؟ هعمل حاجه ليها علاقه بالفنون يمكن للاطفال هعمل في كل محافظه مركز فني كبير قوي عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت
بعتيها الرامي. انا بعته، انت لسه ما سمعتوش؟ لسه ما سمعتهاش. طب اسمع، يلا اسمعها بقى كده دلوقتي ونشوف ايه بقى. اقول بسم الله، سمي بالله. بسم الله. جاهزين يا رامي؟ عايزين نقول لك ان بنحبك كلنا، وربنا معاك، وانت شجاع وقدها وقدود، ودي مش اول مره ومش اخر مره، وهنستناك ان شاء الله ان شاء الله هناك. ان شاء الله ان شاء الله. ممكن ان شاء الله ترجع، عشان حاسه انك مش هترجع. لا ان شاء الله. لا بعد شهر. نيلي، عايزه تواجهي اي سؤال لرامي بتجربه او عامه؟ لا، عايزه يغني. ماشي. كلمه حلوه وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أول حب كان في بلدي، مش ممكن أنسى يا بلدي. فين أيام زمان قبل الوداع؟ Thank you, Romy.